بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بورس وحن سلام يا دمان صومالي أردن انت نفير سنيسة وحن بريها وكما غنا هاي بنتلان مدان كما غنا وحن رنتي آدي آدو لبسدي وحيابها دقائق صدعية والسوشيال ميديا وإقوريان مرحبا أنتم حان شعلستي إن أنا مادام كم إذا هاي تذكر إذا بدأوا التاريخ بنتلان إن أنا باقي التلوين أنا سويت شيء ديو نروح نروح أنا كهر برا مرت كهر إذا شعب كرير بنتلان شعب كرير بنتلان حقوم هاد علني هذا الذي بدنا وأي كسوهيين مرت إذا بدأوا التاريخ بنتلان اسمه الدولة لماذا إلى أنت حصلون إذا إذا الشركة إمرؤ بكل ذلك شرين سيدوك لو حان وجمع هذا علنيا سيد وصل قريب قاتين دولة لماذا بنت لعنة جارتو إلا بعطن سنة إن كبدن ودولة بالدولة حكم كوري كسه وحن كل وجمع هذا علنيا سيد قريب وقاتين مركز أو حدعان سيد محو هاي أما خلاف ضد كده حديثة أما نبدعه أو محو هاي قبل جار كده سيد قرمت كي وصل ميان سيد أي أهمه هذا يدنه هذا أي هوس ولقان قعمها أو ميسكوستي سبيس كركيس وحاليان رنت آد بان وقام هاد علنية وحان آدي آد أن لاي هاي ولا ليال آدي آد با محو هاي وحان وقحو ماذي وايل كي بنت لان إذا بدو آسي ومرر بدن تلفشينا دا فردية وكهد ليا محو هاي دبتشرة يو سيد اللو حاليون واي لو أركواي تاسو أنا سلها وحي كفي عنايد سيدي وعنايد وأنا وحل سنشرني وحقرتك يسن مذا يدولد يو شعبك وقيبك وذا قادن شرين إن محو هاي الوحليو رنتي تاسو وحي أهيد وحان في عنايد ولا ليال وحد كلو هذا هيدين محو هاي متلياشي بنتلان ومر والدولنج محو هاي ويلش دولد لمدة نوض دوره كين شري المركة ما دام عدن تاس وكرتي وناق الله هيدين سلام مركة أصلاً أتكو كل فرسنتي لما نقول هذا بنتلان هذا هيدين ده كي حسكو كاني وشلي بنتلان لماذا يود الشركة قيبت وين كلها رنتي وحن إذن كوب باقية وأتلاقي إذن كوب سوى شيء ذن هي إن مروا البلوى بهن هي إن الإلالية بنتلان لماذا إذا كوين إذا ضمان قاد نوعه أيذا محوها هاي أصل كيئة أيذا أهوح إن كل هالشيء مرك قف كس إنه كإلالية هذا لذا حرفته إن ودقة هدد ك محوها شرع سن oo aad hoggaamiyeyaasha u tihiin oo aad halyeeyada u tihiin dhagahooda inaad ka ilaalisaan wixii xanaf ah waxa aan muxuu ahaayay kale oo aan ka rabnaa ilaalinta muxuu ahaa wixii aan wada dhisanay in la wada ilaasho taasoo runtii aan ku xirnayn qof iyo shakhsi min aan ku xirnayn qof iyo shakhsi waxa ka weyn buntilaanimada ka weyn waxaan rabaa kale inaan idin sheego dawladnimadu لفتر كيادو دادك الدولة ده أما مدحت الدولة ده مرارك هشيس كيهين الدناء اللي يهين بهشيس كيهين ويسك الحركان المركة أي محوها إسقبتانا دانو هو دي باكل التغي مركة وحان لين هاي أنا ودي أنا الشعب نهاي مركز تأنا أتكينو بنت لاني ماذا مركز تأنا وحكز تقول لي عنكرة أنا كإلها لنو تاسول علي الانفوق باقية ما دام أتهين محوها أود بحات كي بنتلان تبكش تبشك استوى شرته تبشى إيمان إسا وحا إيمان إيا محوها هاي دليل با إيمان إسا وحي باسو دن وحي باهيهين إن دات كينا رير بنتلان وأود يضلي ودلي رضلي وعيد والبالي إن أن مرور بقى الرماس أود حال السنو sidoo kale to waxa caadan u ahayd iyadana in aanu meeshii wax ka jiraan ama tabashadu meesha u badan tahay in aan u wada gurbano taasna waxa weeyaan aad iyo aad baan maartay u in kugu baaqaya maanta inaad arintaas aad dib u eegis ku sameysaan sidoo kale to dawladdu
وأدب دحاتكي ودتكي أنو دورني احترام بدن بانو هينا أنا قاعد دورني ويلاش الشر أنو صوت دورني بدولة دورتي وحانو كفلينا إن نقول نقضه إن حيركي نود جناء إيوه إن حقها هاي مبادئ دي نقول السبنت لأن هذه أدب نقول عطسنا وحن قعد سنة إن موتيان علاس يدلغات بدن موتيان دولة دو حلها ومدي قعوين ومدي محوا دلغات بدن ومدي تبشك استقوا تمادة إن أيده حل كذا لا تمادة هدي أي كاشر له هالدور كذا شعب كذا أضياش كذا كذا وحلو جنب هاي دولة دولة مر والبا يدو أي دلغات دلغات كذا بدنا هذا سو كلا وحن محوا هاي دولة دلة هاي وحن مر والبا اللي نكرر بقى أنا قدام غطان دتك أدمزوليد وهايسان أيق أيام محوا هاي هذا كونت بلوتين أيق أيام وحال روح أي ربان أي ربيتان كود أنا دميس كلا فريستان أيق أيام وحال ربان أنا ذن يعني وقتي كداهن مركب وحلفكم برودا وحليري محوا هاي نبت بلايد وهرده ديلك عيره محوا هاي مسيحته مرك وحوي نبت أنت أي قيّنتها هي أما شدّة وشرته أما تبشّرة طبعاً دولد وحالهم أنا وحيابها هي صورن أي دكتور وأي تبشّرة سئ وحلين لهيد وميسك ولا فريسان لهيد وأي شعب كذا س نحوها هاي شلا صوت دورتي إن أي تحقلن بلارن سيسو محن ربنا إن نحوها إن أتكش قيسان إلى لنتا إن سهيس يود شركة يو وضنن ماذا يو بنتلان ماذا أنا ذي لسان وحال رأينا هذه جيدة مهم كه ذلك وذا جارسيسان جارهم والبملها فك أوردن نحوها هذه جين ومر والبجاره أيام إذا قعد صلينا نحن ربنا هنا نحوها هاي هذا لفتر كذا صار هذا حيكون مهما هذا نبت توليت مركب حواية ولي وحواي ربنتلان ساسوا كأذجين وحكستوا محوهاي حناق وكتم بتو هذا نمر والبوحي حسوسيهين وإذا شركة بنتلان ولا ما تابتاي هاي دول دو حال غربا إن يسمكو حلين قعك هذا قعك هذا الكو وحويان ممنوع لكيها بنتلان دول دو حال وجبة هي إن يسمكو حلين إن هندذات يحرق إن يسمكو حلين وحال وجبة هي هاي وذا تشي يوذا فريسي يوذا هذا يمش كده وده حرقة كفردي سئنا يدولد كده داشو وحن لي هاي دولد مرول بها كديراتو هذا لذا حنفت له دولد وهيين رتيج هيين كأنا وحواي وحال سارة عرورت ألعبت مهم كيو محو هاي مرست أردن بسارة مك دولد واسس سوكلة وحلو بقى هي إن يدو تامر ولا مدة دول قاعدته دولد وحلو بقى إن سن آمن صنان بن آذن كوحواي وحو كو فهمان أما أي وحو قاعدته وحوي وح إيش هذا كو أركان وح دكتور كو مقلع حلو بقى مرول بقى إن النقطة مدة كذا وحش يكت سيد حشران وش يكتا وحي خلا ظهر دعنا محوها قعمي هذا قصة حلا يا اللغة بهاي هاي وضياش إذا تكو حقرت كأي هالدور كبنتلان مركز سيد شوغان علماء الدين توحان لي هاي واتكا قاب السين إن قيب كقاعدتان حلينتا وحيا بها الشرة ماها حل ماها إن هل كان تلا سوفر يستو نبت تلا الشيء نبت وحل وش يجا وحواي حل كذا اللي بهاي هاي مركو حن لي هاي وحل رينا دورد كلا شقيسان وحل رينا توصل شقيسان وحل رينا قف كسرنا بدنا مش وكسر جار إنه كشقيو عيد مض وعيد مض يدي وحيبين يمال وتاجناين ورحنت وتاجناين وأي محلي جود أهوري وحواي شعب كذا واي حنكون عصرنا إيه جن إلى الشعب كذا شرقا حبضيات إذا مقشين وحل رينا شعب كود إنا يسن يسن تسنن محوها سنسان علادة دينا يسن تسن آدي أدبان وقم هاد علنية وحان رباه محوها هاي إذا بنت لانباء أنه وحان أقنا إذا دمان القادنوا قفك إذا نقلوين الله بقى إيقا نقلوين صدح إيقا نقلوين محايا ليه بنت لان إيضا وحاويان ومبادي أنا كل شيء وإذا شركنا إن أنا كل جارنا ما نبى مدحونا قبته بريم اللواد باقته صادم مثل حاد باقته وحن لأن هاي ذات حلال كسوق قبته يجلف تركوه وحال ربع إن إسقابيان
وحال ربا إن وناجي شرفتي شل اللي هي إن الغو احترامه ووح الله وحي هذا الحنف لأوكيني كرا أما الدولة لماذا نويق كرا أما الشعبية دويق كرا أما إسهيل سيد بنت لا نويق كرا يقول إني كده رادان أيام كل التلين لها وحن أقدم بين أن ربا إن أن حوا هاي إذا نبع قصو تشيديو ولا راح يقص الصوماليات وأنو كم من هاي ودولة يا شعب له وحن لها هي دولة واسدة مدة هذا أنك شيء كيني وكل دولة ومدة إن حوا هذا كذا أقدم قط usoo jeeda dhageysata ee maxaa meesha baahidu ka jirto ee maxaa wax ka qabata isla markaasna khilaaf kasta oo jira nabad ku xalisa waxa loo baahan yahay dulqaad waxa loo baahan yahay in ee maxuu aha la dhageysto dadka marka dadka la dhageysto baa waxa ka soo baxa ee waxa ay rabaan ee waxa ay tabanayaan ka soo baxa shacabka ee maxuu aha ee Soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqaya walaal dagaal waan soo marnay dhibaatooyinka waa soo marnay marhiisa waa aragnay wali waxaan la xalin ee barakacayaashii dagaalada Soomaaliya ka soo barakacay ayaan wali beerahoodii ku noqon ayaan wali muxuu ahaay xoolahoodii ku noqon ayaan wali muxuu ahaay ganacsigoodii ku noqon oo maalin walba sugay hay'ad oo yiraahda hay'adu ma noo timaad iyo waxna lama siin oo gaarigii soo guuxaba ay u qabaan inay wax haystaan walaal kuwaas eega walaal waxaad eegtaan kuwa muxuu ahaay aan isdar yeeli karin oo indhooleyaashu ka mid yihiin oo curyaamadii dagaalada ku curyaamay ka mid yihiin oo dadka garaad imanka oo ka mid yahay oo dadka marastaan waxba haysan oo ganacsan karin haysan laakiin nabadu deeqdo waxa la calool dhabta meelaysa xataa ma weyn haddii ay nabad tahay qofka sid banaankiisa wuxuu ku gadan lahaa nacnaciyayaanyo ku gadan lahaa laakiin haddii nabad darri jirto qax iyo dhibaato imaanay ilmihiiba iskuulka ka baxaya marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow xusuusta muxuu ahaay dagaal faa'iidadiisa xusuusta waxaan kaloo leeyahay ragga ama siyaasiyiinta ama ganacsatada ama waxgaradka ama haldoorka kale oo ilmahooda dibadda u jiraan oo raba ilmo masaakiin ah oo magaalada dhexdeeda jooga inay barakiciyaan iyagana waxaan leenahay walaalayaalow ka waantooba haddii kale ilmihiina noo keena aan wada dhibannay aan ku wada dhibannay oo dagaalka hal mar aan lagu wada dhinto waxa weeyaan intaad ilmahaaga fageysay oo aad wadan nabada geysay oo aad iskool siisay oo aad muxuu ahaayey keliga oo cadaysan aad timid inaad muxuu ahaayey aad dagaal aad ugu baaqdid dad marasa aad baa ugu xunnahay waxaan leenahay gafku waa dhacaa laakiin waa laga noqdaa mucaaradku waxaan rabnaa inay noqdaan mucaarad muxuu wax dhisaya waxaan rabnaa mucaarad toosinay inay noqdaan waa laga yaabaa bari adigu inaad madax noqotid marka hayska xumeyn wadada hayska xumeyn waxaa loo baahan yahay wixii annaga aan dhisanno markaas in lala shaqeeyo in waqti la siiyo inay waxooda dhammaystaan waxaa loo baahan in laysla hadlo dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa maamul goboleedyadu waa ilmahaagii waa dadka aad adigu xukunka u qabatay waa dadka wixii soo dhacaba adigu aad gacantaada ugu haysid waxaa laga rabaa dadka inaad wax deeqsiisid waxaa laga rabaa inaad heshiiska guryahooda ugu tagtid waxaa la rabaa in isku imaanshaha iyo wadajirka aad tixgelisid waxaa la rabaa in meelaha dhibaatadu ka jirto oo farta laydinku fiiqayo leeya meel walba dowladda federaalka ka dambeysa inay hadday run tahayn aad joojisaan haddii aan waxba ka jirna inaad isbaraxdaan baa loo baahay dowladaha laftarkooda maamulada waxaan rabnaa ereygan ah reer hebel baa ka dambeeya ama maamul hebel ka dambeeya ama dowlad baa ka dambeysa inay iska daayaan waxaas waxa weeyaan wax soomaalinimadeena iyo wadajirkeena dhaawacaya aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya dadko dhan waxaan ugu baaqayaa oo soomaalida meel kasii jooga qof kasta meesha wax ka qaban kara ha ka qabto qo meel kasta uu nabadda ku xoojin karaa ku xoojiyo meel kasta oo wax isku soo jiidi karo meel walba waxaa jira waa loo kala dabqaadaa dabqaadka waxa weeye haddii laba qolo dirirsan tahay marka u kala dabqaado waxaa laga inaad ku guulaysa adiguna ajir aad ka heshid ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in soomaaliya oo nabada soomaaliya oo barwaaqa soomaaliya oo sideedii hore ku noqota soomaaliya oo wadamadii aan ka horeynay oo dhan maanta ka hooseysa waxaan rabnaa ilaahay inuu sara mariyo.